الاستيت ستابيليتي، وبعد كده امثل على ازاي الفل تو بلس، وبعد كده استخدمه عشان اعمل الكومبنسيتور بتاعي، وبعد كده بيبقى في اخر جزء بيبقى الزد ترانسفورم، بيبقى فيه موديفيكيشن بسيط، بيبقى ليه محاضره ومحاضرتين. الجزء ده عليه ثلثين، الجزء ده اتقسم بقى بيني وبين دكتور هاني. دكتور هاني هيخش من بعد الميثود، هيبقى الجزء بتاع الدوك بلوك والانفايت زد ترانسفورم هو اللي هياخده، والجزء الاولاني اللي هو تقريبا هو هو بس زد ترانسفورم من الاس للزد بتاع الموديلنج والستيت ستيت والترانزنت والستابيليتي، كل ده هيبقى الجزء الاول معايا لغايه الميثود. التلت الاخراني هيبقى الجزء بتاع بي ال سي، هيبقى شويه ايه يعني بتبدا تكتب الجزمات تمام، او بيسموها لادر دايجرام، عشان توصف يا اما تايم دايجرام يقول لك السيجنال دي هتتحقق، الانبوت لما يبقى شكله كذا الاول بتطلع شكله كذا من تايم دايجرام، هتبدا ترسم او تكتب شويه انستراكشن. بعد ده لغايه الميتيرن، بعد الميتيرن هيبقى التايم دايجرام اللي بيوصف الانبوت والاوتبوت تبقى عباره عن مساله كلاميه، والمساله الكلاميه انت الاول تعمل خطوه بتحولها لتايم دايجرام هو عايز يعمل ايه، وبعد كده تبدا ترجع تاني تكتب الانستراكشنز او الالجوريزم اللي انت هتشتغله. اصعب جزئيه هو بي ال سي شويه، ليه؟ لان جديد علينا تمام. اعمال السنه متقسمه برضه بتلتين وتلت، بتلتين بسرين وتلت بي ال سي كان اعمال سنه وفاين. بالنسبه للجزء بتاع التسليم بيبقى متقسم، المفروض يبقى في 100 تلت غالبا الناس ما بتبقى عشان ماده سهله ما بتذاكرش كتير فيها فبتبوظ تيجي في 100 تلت، فبنضطر ان احنا نعمل اساينمنت عليه 5 درجات، يعني مثلا 100 تلت عليه 30 10 بي ال سي و20 تسليم، ال 20 بتوع التسليم دول ممكن يتقسموا 15 100 تلت و5 اساينمنت تمام كده؟ الفاينل بقى هيبقى متبقي كام؟ 70 70 هيبقى ايه؟ 24 درجه بي ال سي والباقي ديسكريت. البي ال سي بالمناسبه في الفاينل بتبقى مساله واحده. صفحه عباره عن شويه كلام دش كده وانت بتقدر تطلعه ايه؟ شكل انستراكشنز بي ال سي. تمام كده؟ برضه نصيحه عشان بي ال سي بس، دكتور سلطان هو اللي هيبقى معاكم بيحب جدا انك انتوا تشتغل بيه. يعني في اكتر طريق للحل، الطريق اللي هو بيحل بيها هو بيحب تمشي بيها، في طريقه سهله قوي طبعا هي تعيد وتزيد حاجات معينه، لا هو بيبدا يعمل كومباكت انستراكشنز يجيب الحل على طول، فهو بيحب الطريقه بتاعته، فمش بطك يعني ما تنشيش دماغكم عشان دكتور سلطان ايديه تقيله شويه في التسعين. تمام كده؟ نبدا النهارده محاضره انستراكشن عن الثري تايم. ده الجزء الاستريس ده انا قعدت اقوله الاول، هيبقى المحاضره الاولانيه انتدكشن، المحاضره بعد كده ان انا ازاي بجيب ترانس فانكشن من لوب بلوك ديجرام، يعني لوب المشكله في اللوب دي هي ايه؟ ان بيبقى فيها جزء استريس جزء انالوج كونتينوس، فانت ازاي هتجيب بقى ترانس فانكشن ميكس بين الاستريس كونتينوس، بعد كده بتبدا تشوف تأثير السامبلينج تايم جوه تروث لوب، بعد كده بنشوف الاستابيليتي مع تأثير برضه التايم الاستابيليتي التايم ريسبونس تقسم ترانزنت والسي ستيت، بعد كده بتبدأ تشوف ان انا لو عندي ديزاين موجود جاهز في الانالوج دي او دي مثلا، لو حبيت استخدمه زي ما هو وانقل للسويت هيبقى في فانكشن بعوض فيها عشان ابدا اعمل ابروكسيميشن من تحويل الانالوج للديسكريت، فده هعملها ازاي في المحاضره اللي بعد كده. بعد كده يبقى الميتر كده الجزء المختار فيا خلص، بعد الميتر المفروض هنا يخش هيبقى الفريكونس ريسبونس اللي هو التوب بلوك، يعني ازاي تقدر تحط ليه ترانس فانكشن جاي لك في الزد دومين، هنا اهو بيجي لك الاس دومين، هل دي هتبدا تعمل ترانسفورميشن من الزد بلين مشاهد للاس تقدر توصل بنفس التكنيك بتاع الكروت لاند. بعد
كده بتعمل الديزاين بتاع لاب وليد في الاخر زي ما اتفقنا بيبقى في حاجه اسمها كوميونيكيشن عند الترانسبورت بيبدا ان هو يعدل على اللوب بدل ما هي سامبل تايم بتاع اللوب واحد لا ممكن يبقى في اكتر من سويتش يبقى عنده سامبل تايم مختلف عن الثاني الحاله دي تاسك فانكشن هنجيبها ازاي دي المواد اللي احنا المفروض ان احنا نشتغل عليها كل ترم مني وبالاولاد الديجيتال كمبيوترز اللي بدات تطلع بدا يستخدموها من هو اول حاجه نلاقي السيستم يعني يبدا يجمع داتا عاليه فممكن ان هو يكنترول اكتر من لوب في نفس الوقت عن طريق ان هو يركب سيريال كوميونيكيشن بينه وبين اللوبس المختلفه فيبقى قصادك انت شايف ان الكمبيوتر بيكنترول اكتر من لوب في نفس الوقت بس هو فعليا هو بيعمل ايه بيبدا يكنترول كل لوب ان سيريال كل واحد ورا بعض بس عشان السرعه بتاعتك تبقى عاليه ما بتحسش بالفرق ده في الحاله دي بدات انك انت تتدخل انترفيس بين البلانت او السيستم اللي انت عايز تعمل عليه كنترول السيستم او البلوك اللي انت عايز تعمل عليه كنترول ده كونتينوس مش هتقدر تعدي فيه حاجه فده بلاك بوكس بس مشكلته ايه ان هو بيقبل سيجنال انالوج وبيطلع سيجنال انالوج فمحتاج ان هو في الحاله دي يحصل له انترفيس بينه وبين الكمبيوتر اللي شغال ديجيتال ففي الحاله دي بدا ان هو يحط كارت انالوج ديجيتال يبدا ياخد من الكمبيوتر او من البروسيس او السيستم ويدي للكمبيوتر وبدا يحط ديجيتال تو انالوج عشان ياخد الاكشن بتاع الكنترول يبدا يدي ايه للسيستم طيب في الحاله دي انا بدات اشوف الديجيتال تو انالوج او الانالوج تو ديجيتال شكلهم ايه لازم احل محل البلوك ده لشكل ترانسفر فانكشن او شكل ايكويفالنت عشان اقدر اشوف تاثيره في البلوك دياجرام واقدر اجيب الترانسفر فانكشن ايفكت بتاعه ف ابسط حاجه للانالوج لديجيتال انك انت تحط ايه سويتش طب السويتش ده الموديل بتاعه يبقى عباره عن ايه طالما احنا شغالين في بدايه الدنيا ويبقى الدنيا ماشي ايديال يبقى اسهل حاجه تعمل ايه تحط اسامبشن ان السامبل اللي انت حاطه ده ابسط شيء يعني يعمل ايه هيبدا ان هو يقفل في لحظه اللحظه دي معناها ان هو ايه خد سيجنال او بمعنى صح السيجنال اللي عند الانبوت بتاعه اللي هي الانالوج اللي هي الكونتينوس بدا يعديها الناحيه الثانيه طب هو عايز يعديها طول الوقت؟ لا هو عايز يعديها ايه؟ فتره قليله من التايم اللي هي السامبل يعني فتره السامبل نفسها وبعد كده يبدا ايه؟ يقطع ففي الحاله دي طول الفتره بين السامبل والثانيه مفيش سيجنال فانت بدات تعمل ايه؟ بدات انك انت تحول التايم من انالوج لديسكريت ان هو متعرف عند لحظات سامبلز معينه كورسبوندنج لايه؟ للمالتيبل اوف كابيتال تي طب الكابيتال تي ده بتحدده على اساس ايه؟ نرجع للجزء بتاع النايكو ستريت ان انا محتاج ان انا السامبل ريت ده ما يكونش عالي قوي بحيث ان هو كل شويه بيجيب لي داتا ويخنق النتورك بتاعتي بالداتا مش محتاجها لان السيستم السيجنال بتاعته بطيئه فمش محتاج اقعد اقطع في نفس السيجنال ببعت 10 سامبلز نفس الفاليو وفي نفس الوقت ما ينفعش ان انا السامبل ريت يبقى بطيء قوي بحيث ان انا الوز انفورميشنز في الوسط فدي ممكن تخلي السيستم انستيبل ففي الحاله دي بيبقى في كونديشنز احنا هندرسها بعد في المحاضره الجايه او اللي بعدها ازاي ببدا اريليت التايم سامبلنج للداينامكس بتاعت السيستم كلمه الداينامكس بتاعت السيستم يعني ايه يعني الباند ويدث باختصار يعني اعلى فريكوانسي موجود عنده وببدا اخد 10 او 5 اضعافها وابدا اجيب منها السامبل جريد كفريكوانسي واقلب واجيب منه ايه التايم سامبلنج طيب في الحاله دي انا محتاج اعرف هو السامبل الواحده الويدث بتاعها قد ايه هنا عشان شغالين ايديلي او ثيوريتيكال هنبدا نقول انها عباره عن دلتا امبلس تمام كده يبقى في الحاله دي السيجنال اللي هتبقى داخله لي كونتينوس
هقطعها بحيث على فترات متباعده تايم سامبل كونستنت كابيتال تي، والشكل السامبل نفسها عباره عن ايه؟ عباره عن انفرس. تمام. حاجه كمان لو خليتوا بالكم ان السامبل اللي هنا بنفس الفاليو بتاعتها اتنقلت هنا، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان الامبليتيود نفسه ما جتش جنبيه، هو انالوج زي ما هو زي ما هو ايه موجود. لو انا حولت الفاليو دي من انالوج لديجيتال بقى شكل السامبل دي اسمها ديجيتال سيجنال. اللي احنا شغالين عليه طول الترم ده اسمها ديسكريت سيجنال. يعني ديسكريت يعني الفاليو انالوج زي ما هي، بس انا بدات ان انا ايه اقطعها في التايم بحيث تبقى متعرفه عند لحظات معينه والباقي الفتره من التايم ايه السيجنال مش موجود. طب لو حبيت ان انا اكتب بقى ايكويشن تربط لي الاكس بعد ما حصل لها سامبلنج من السويتش ده وعلاقتها بالانالوج سيجنال نفسها، طالما ان انا عرفت ان السامبلر ده او السويتش هيبدا يقطعها على شكل سامبلز عباره عن امبلسز، ففي الحاله دي الشكل اللي هيطلع لي ده عباره عن ايه؟ ترين اوف امبلسز. وفي الحاله دي يبقى انا عندي الشكل عباره عن ايه؟ سميشن. تمام كده؟ خلي بالك قبل كده احنا كنا بنتعامل في ان انا اجمع سيجنال في التايم كنت شغال انتجريشن، دلوقتي هيبقى بدل ما كنت شغال انتجريشن هيشتغل ايه؟ سميشن. لو حبيت ان انا اعرف الداينامكس بتاعت السيستم قبل كده ديفرنشال دي باي تي، دلوقتي هعرفها ايه؟ بحاجه اسمها ديفرنس ايكويشن، يعني السيجنال عند اللحظه سامبل كذا واللحظه اللي قبل كده تبقى الفرق بينهم كام سامبل، ده نتيجه ايه؟ شكل الداينامكس. او معنى صح هو الانبوت لما بيخش جوه السيستم بيحصل له ديليز بقد ايه وبيحصل له جين او اتنويشن بقد ايه. تمام. ده ينقلنا اللي انا عملته ان انا حبيت احط شكل ايكويشن للسيجنال بعد ما عدت على السامبلر، عشان شكل الايكويشن دي هي دي اللي هستخدمها عشان اجيب لها الفريكوينسي ريسبونس. لان انا طالما ان انا هيبقى عندي ريبريزنتيشن للسيستم مش هينفع اكتب طول الوقت ايكويشن زي ما كنت بعمل في الاس دومين. كنت بعمل ايه؟ الديفرنشال ايكويشن دي ما ينفعش ان انا امثلها طول الوقت انها ده السيستم. لو عندي ثلاثة لوبس جوه بعض مش هقعد اديله الايكويشن بتاعت كل بلوك. بعمل ايه؟ ببدا اعمل ريبليسمنت لكل بلوك بترانسفر فانكشن. طب دي جت منين؟ ان انا حورت الديفرنشال ايكويشن للاس دومين للفريكوانسي. فعشان اعمل حاجه زي كده انا محتاج ان انا اشوف شكل السيجنال في التايم عباره عن ايه. بس خلي بالك السيجنال اللي انا بتعامل معاها دلوقتي بالنسبه لي هي موجوده فين؟ بعد السامبلر. ففي الحاله دي اللي انا هجيب مهتم اجيب له فريكوانسي ريسبونس هي السيجنال بعد السامبلر الديسكريت فورم بتاعها. فلازم اشوف شكلها ازاي دلوقتي او علاقتها بالاساس للاكس اوف تي. فهنلاحظ ان احنا اتفقنا ان السامبلز اللي احنا شغالين بيها هتبقى عليها اسامبشن ان السامبل عباره عن الويت بتاعها عباره عن ايه؟ دلتا قليله قوي، دنسيتي ايه؟ لزيرو. فكان السامبلز بتاعتي بقت عباره عن ايه؟ امبلسز. ففي الحاله دي شكل السيجنال من كونتينوس لديسكريت علاقتهم ببعض عباره عن ايه؟ عباره عن ترين اوف امبلسز. وكل امبلس بتبدا تديني معلومتين الديلي او مكانها في التايم والامبليتيود بتاعها قد ايه؟ فالامبليتيود بتاعها هيجي منين؟ من قيمه السيجنال صح؟ طب ومكانها فين؟ هتيجي نتيجه ايه؟ الامبلس من شفتها بقد ايه؟ تمام كده؟ وعشان كده انا عملت ريبليسمنت للتي سمول. تخلي بالك بقى من الترمينولوجي اللي احنا هنشتغل بيها. تي سمول يبقى كونتينوس تايم. الكي كابيتال كي تي يبقى ده الديسكريت تايم. فين العداد بتاعي او فين الدامي فاريبل اللي بيمثل التايم في الديسكريت؟ الكي. الكابيتال تي ده كونستنت. تمام كده؟ يبقى لما امثل اجيب علاقه بين الكونتينوس والديسكريت اول حاجه هنا بيمثل لي سمول تي، هنا الكي. تمام كده؟ بس خلي بالك الكي ده عباره عن ايه؟ هل ليه دايمنشنز؟ لا، ده عباره عن عداد. يقول لك انا في السامبل رقم كام؟ لو حبيت اجيب يونتس يبقى اضرب الكي في كام؟ في الكابيتال تي. لان بعد شويه في الكورس مش هقعد كل شويه امثل السيجنال انها اكس اوف كي تي، هكتبها على طول ايه؟ اكس اوف كي. بس خلي بالك النوتيشن ده معناه ان السيجنال ديجيتال. يعني ايه ديجيتال؟ يعني الامبليتيود والتايم الاثنين تحولوا لايه؟ لديسكريت فاليوز. لكن لو هي ديسكريت بحط ايه؟ كي كابيتال تي. بس احنا تسهيلا في الكتابه عشان بس لو بصيتوا في المراجع هتلاقوا النوتيشن دي عشان ما تلخبطوش. الديجيتال يعني ايه؟ يعني انا عامل ديسكريت للامبليتيود والتايم. دي مش الحاله بتاعتنا، الحاله بتاعتنا عاملين ايه؟
الامبليتيود زي ما هو، بس الديسكريت حاصل على ايه؟ على التايم بس. فشكل النوتيشن بتاعت السيجنال في الديسكريت عباره عن اكس اوف كي تي. شكل السيجنال في الديجيتال اللي هو عامل ديسكريت الامبليتيود والتايم عباره عن اكس اوف كي. بس عشان تسهيلا في الكتابه قدام هنبدا ان احنا نحل محل الاكس اوف كي تي لاكس اوف كي. تمام كده؟ يبقى الاكس اوف كي الحقيقيه هي ديجيتال، بس تسهيلا انا بكتبها تمثيلا للاكس اوف كي تي اللي هي ايه؟ ديسكريت تايم. تمام؟ طب انا عايز امثل بقى الاكس اوف كي تي دي او الاكس اوف ستار دي على طول التايم، هعمل ايه؟ هجمع السامبلز دي كلها. فبدل ما اعمل انتجريشن في الحاله دي بقى عندي ايه؟ سميشن. بدل ما هبدا امثل السيستم بديفرنشال ايكويشن هبدا امثلها بايه؟ بسامبل بايه؟ بديفرنس ايكويشن. تمام كده؟ خلوا بالكوا الجزء بتاع الديسكريت في المحاضرات هايف، ما فيهوش كم من المعلومات اللي كنت بشرحها في الجزء بتاع سنه ثالثه. الشغل كله عباره عن التطبيق في الشيت. يعني الكلام كام كلمه اللي انا هقولهم بعد شويه دول جاست ان انا بقول الحاجات ايه؟ ابستراكت، ما بخشش جوه الارقام نفسها. وظيفه السكشن او الشيت ان هو يوريك بقى شكل المسائل اللي انت المفروض انك انت تشوفها في في الامتحان بعد كده. تمام؟ طيب في الحاله دي، في الحاله دي ان انا هبدا ان انا امثل بقى احول شكل السيجنال ده من التايم للفريكونس. تمام؟ عايز تسال؟ طيب زي ما اتفقنا هبدا اعمل ريبليسمنت للاس للزد، فاكيد في علاقه من الاس للزد. طب هشوفها ازاي؟ هبدا ان انا اشوف الاف اوف زد هنا هتبقى عباره عن ايه؟ بدل خلينا بس نكتب بس الايكويشن دي. زي ما شايفين لابلاس دي شكل الايكويشن بتاعتي. اللي انا هعمله ايه؟ ان انا هريبليس الاف اوف تي دي بشكل الديسكريت فورم بتاعها. يبقى في الحاله دي هقول ايه؟ اف اوف كي او كي تي يعني. طب وبعدين دي برضك نفس القصه، كاني بعمل ايه؟ كاني بشيل التي واحط مكانها ايه؟ كي كابيتال تي. وزي ما اتفقنا الكي ده ما هوش ثابت، ده الكاونتر بتاعي والكابيتال تي ده كونستنت. في الحاله دي ظهر هنا ايه؟ اي باور كام؟ ماينس كي تي اس. الدامي فاريبل اللي بيتغير هو مين؟ هو الكي. وتخلي بالك ان الاس هو مين؟ ده الفريكونس لابلاس. تمام؟ طيب في الحاله دي انا مش هينفع احط ايه؟ دي تي، صح كده؟ ليه؟ لان بقى عندي ايه؟ كي، والكي دي متعرفه بالشكل ده 0 1 2 3 الى اخره. فبالتالي هبدا ان انا اشيل ايه؟ هي دي انفينيتي مش تي. هشيل الانتجريشن ده واحط مكانه ايه؟ سميشن. والسميشن ده شغال على مين؟ على الكي بس. من 0 لغايه كام؟ انفينيتي. وفي الحاله دي اقدر ريبليس الاس بمين؟ زد. طيب بس طالما حطيت زد هنا يبقى لازم هنا ايه؟ الاس تختفي. ففي الحالة دي اللي أنا هعمله هو إيه؟ أنا عايز أكيب الكي في مكانها لأن ده اللي هيحصل عليه السمشن، وعايز أخفي الإس. فعامل إيه؟ هبدأ أخد ده كده وأسميه إيه؟ زد. يبقى الزد في الحالة دي إيكوال إي فور إس كابيتال تي. تمام كده؟ وفي الحاله دي يبقى الريبريزنتيشن ده يتحول للشكل ده، ان انا شلت الاي باور كابيتال تي اس وحطيت مكانها زد. يبقى كل ده
اللي هو بيمثل الزد مصفوع باور كام؟ ماينس كي. تخلي بالك كمان ان الزد جواها مين كمان؟ الكابيتال تي. عشان كده الكابيتال تي ما ظهرتش هنا. جاست ايه؟ زد بون ماينس كي. معنى صح؟ لو حبيت احط ديفينيشن للزد زي ما كنت حاطط قبل كده الاس، الاس لو حطيت له ديفينيشن، يعني ايه ديفينيشن؟ يعني لو عايز اوصفه بفيزيكال مينينج، ما دام قلت فيزيكال مينينج يبقى لازم اروح فين؟ التايم. فالاس ليه فيزيكال مينينج في التايم عباره عن ايه؟ ديفرنشيت. تمام كده؟ حلو. طب الزد في التايم معناه ايه؟ لو انتوا بصيتوا هنا ان انا بدات ريبليس ايه؟ الشكل ده كله هنا، فدي معناها ان انا هشيل ده كله واحط مكانها ايه؟ زد في ماينس كي. لو في الحاله دي شكل الزد في الايكويشن مش هيبقى موجود زد في حاجه بوزيتيف، ده ايه؟ في حاجه نيجاتيف. فابسط حاجه احطها هي كام؟ ماينس واحد. واحنا اتفقنا ان السيجنال الاساسيه دي كانت بتمثل حاجتين، صح؟ بتمثل ايه؟ السيجنال نفسها والديلي. نفس القصه، يبقى دي قيمه السيجنال وده يبقى ايه؟ الديلي. كانت قيمه السيجنال عند دامي فاريبل كام؟ كي. يبقى ده ديلي بقد ايه؟ كي. لما احط الكي بواحد يبقى انا ده بيديني ايه؟ ديلي وان سامبل. يبقى الديفينيشن بتاع الشكل ده عباره عن ايه؟ ديلي وان سامبل او وان كابيتال تي. عشان كده الديفينيشن بتاع الزد لازم يكون جواه ايه؟ الكابيتال تي. تمام كده؟ هل في معنى للزد في حاجه بوزيتيف؟ عكس الديلي. طب ده حاجه منطقيه؟ لا، احنا كل الشغل اللي هنتعامل معاه على كوزال سيستم. يعني ايه كوزال سيستم؟ يعني دايما الاوبت ديليت عن الاند. فدايما العلاقه اللي هتظهر لي دايما بتطلع في الاخر ايه؟ زد في حاجه نيجاتيف. يبقى الفيزيكال مينينج بتاع الزد بيظهر لي بشكل ايه؟ ديلي. لو انا العداد ده زودته يبقى الديلي بكام ايه؟ بكام سامبل. تمام كده؟ يبقى العدد اللي فوق ده عدد السامبلز اللي انا عامل بيها ايه؟ ديليز. وفي النهايه بدات ان انا اوصل لشكل ايه؟ الزد ترانسفورم بعد ما حولته لابلاس. بعد ما حولت الزد ترانسفورم من لابلاس. احنا اتفقنا ان السيجنال اللي انا لازم اعرفها جوه السيستم ببدا اعرفها ازاي؟ ببدا ان انا احط جزء يمثل الامبليتيود والجزء الثاني يمثل لي ايه؟ الفيز بتاعي. تمام كده؟ ففي الحاله دي الجزء بتاع الامبليتيود اتحول من خلال ان انا بريبليس التي بالكابيتال تي، كي كابيتال تي. طب الجزء بتاع الاي فور ماينس تي اس ده هيتحول ازاي؟ هشيل كل تي سمول واحط مكانها الكي تي. بعد كده عملت ريبليسمنت للديفرنشال مع الانتجريشن لشكل السمشن، لان الدامي فاريبل هنا ما بقاش سمول تي، ده بقى كي، والكي ده كاونتر، ففي الحاله ده ما ينفعش نعمل عليه انتجريشن. بعد شويه قلت ان انا عايز احول شكل الفريكونس ريسبونس اساسا من الاس للزد، لان الزد هو عباره عن ايه؟ عباره عن فريكونس ريسبونس لسيجنال، بس السيجنال دي ايه؟ متعرفه عند لحظات معينه في التايم. طب الاس هو الفريكونس ريسبونس لسيجنال متعرفه عند كل لحظات التايم. دي اساسها كونتينوس، دي اساسها ديسكريت. ففي الحاله دي انا عايز ريبليس الجزء ده واخفي الاس عشان اظهر بس الايه؟ الزد. فعشان اعمل حاجه زي كده قلت خلاص انا عايز ابقي على كي، لان الكي ده الدامي فاريبل اللي انا هخفيه نتيجه التعويضه دي. يتبقى لي اي باور كابيتال تي اس. فهاخد الكومبوننت دي كلها على بعض واسميها مين؟ الزد. طب وبعدين؟ قلت خلاص عايز اعرف بقى الزد دي لو حبيت اعمل لها امبلمنتيشن او يبقى ليها فيزيكال مينينج هعمل ايه؟ النوع الكلمتين او الجملتين اللي انا قلتهم دول ليهم نفس المعنى، انا لازم اروح للتايم. ففي الحاله دي الاس لما كنا بنتكلم عليها كان تاثيرها في التايم عباره عن ايه؟ ديفرنشيتور. تمام كده؟ طب في الزد لو انت لاحظت ان شكل الزد جوه الايكويشن دي ظاهر بشكل ايه؟ زد بون ماينس حاجه. واحنا اتفقنا ان اللي جوه ده بيعبر عن حاجتين للايه؟ للسيجنال في التايم. الامبليتيود بتاعي اللي هي الاف عند سامبل كي، وهي موجوده فين؟ يبقى في الحاله دي زد بون ماينس كي بتعبر عن ايه؟ عدد الديليز
او عدد الساملز اللي انا ايه عديتها او اللي انا واقف عندها. ابسط شكل ممكن اعمله هو ايه؟ ان انا اشيل الكي واحوض عنهم كام؟ واحد. فيظهر لي الزد فال ماينس 1. يبقى زد فال ماينس 1 دي معناها ايه؟ معناها انك انت عامل ديلي ب 1 سامبل. ايا كان الكابيتال تي بكام؟ لان جواها ايه؟ الكابيتال تي اختفت. تمام كده؟ يبقى اللي فوق ده ما هواش تايم. اللي موجود فوق الزد ده ما هواش تايم. ده هو رقم السامبل. يعني لو حطيت زد فال ماينس 3 يبقى انا عامل لي ديلي بكام سامبل؟ 3. تمام كده؟ في الاخر بقى شكل الفريكوينسي ريسبونس للديسكريت سيجنال هو الزد ترانسفورم اللي بيبقى بالشكل ده. قيمه السيجنال عند اي لحظه بس اني لحظه اللي هي مالتيبل اوف سامبلز، وبحدد مكان السيجنال دي بايه؟ بديلي. الديلي ده شكله عباره عن ايه؟ زد بار ايه؟ رقم الديلي. فلو واقف عند الاف اوف كي يبقى زد بار ماينس كي. طب انا عايز اجيب السيجنال في التايم الكونتينوس، عايز اجيب لها ديسكريت كله، فاعمل ايه؟ سميشن. تمام كده؟ يبقى في الحاله دي انا عملت ريبليسمنت من الكونتينوس للديسكريت. ازاي؟ ان انا بشيل كل تي واحط مكانها كي تي. لو على الرسمه انا بعمل ايه؟ ببدا اقطع السيجنال عند لحظات السامبلز، واي سيجنال في الوسط بهملها مش موجوده. تمام؟ طب في الفريكوانسي عملت ريبليسمنت للديفينيشن من انتجريشن لسميشن، من اس لزد، من شكل ديفرنشيتور لشكل ايه؟ ديلي. اللي انا قلته ده مش هتسال عنه في الامتحان، لان ده جاست كونسبت. ده كونسبت انتوا بتسالوا عن حاجات عشان تفهموها، لكن في الاخر في الامتحان هيجي لك ايه؟ مسائل. انت عندك اف اوف اس وعايز تحول لاف اوف زد، عندك اف اوف تي وعايز تحول لاف اوف زد. تمام كده؟ طب ابسط شكل لليو اوف للشكل الاف اوف تي دي او الاكس اوف تي هو ايه؟ ابسط شكل ان يكون عندي ايه؟ امبلس. صح كده؟ لو انا عندي امبلس ايه اللي هيحصل؟ لو انا عندي شكل الامبلس وبدات تابلاي السمشن ده هيطلع لك التحويله بتاعتها عباره عن كام؟ واحد. او ما انا صح لابلاس والزد ترانسفورم الاثنين ايكوفلنت لاني حاجه؟ الامبلس. وده صح ولا لا؟ صح. ليه؟ لان الامبلس ما حصلهاش لوس للانفورميشن بعد ما اتحولت لديسكريت. ده هي كل الانفورميشن موجوده فيها قبل السامبلر هي نفسها اللي بعد السامبلر. فبديهي ان البرزنتيشن بتاعها في الفريكونسي في الاس يبقى هو نفسه في الزد. تمام؟ طب الشكل الاعقد بعد شويه هو مين؟ اليونت ستيب. ففي الحاله دي هبدا اعوض عن ايه؟ عن الاف اوف كي هنا بكام؟ واحد، وابدا اعمل سميشن. فهتلاقي اويلر سيريز هتلاقي في الاخر ايه؟ هيطلع لك حاجه زي كده، واحد على واحد ماينس زد ماينس 1. او بمعنى صح زد على زد ماينس 1. خلوا بالكم لما باجي ارجع للتايم بهتم ان يبقى صوره الزد موجوده في شكل ايه؟ زد ماينس حاجه. لو عايز ارجع للتايم بهتم ان يكون الزد ريبريزنتيشن بتاعه عباره عن زد ماينس حاجه. طب لو انا في الفريكونسي دومين بهتم يكون شكل الزد عباره عن ايه؟ زد بوزيتيف حاجه، لانها فريكونسي. تمام كده؟ لكن لما ارجع للتايم محتاج ايه؟ تبقى فيها ايه؟ ماينس. هتشوفوا ليه بعد شويه. طيب في شويه بروبرتيز موجوده للزد ترانسفورم. اول حاجه اللينياريتي، يعني لو انا عندي اتنين سيجنال بالشكل ده حاصل لهم سوبر بوزيشن بسكيلينج مختلف والاثنين دول كونتينوس سيجنال ومحتاج اجيب الزد ترانسفورم، ايه اللي هيحصل؟ كان دخلت كل سيجنال لوحدها على زد ترانسفورم وجبت لها الايكوفلنت. خلوا بالكم لما يكون عندي السيجنال في التايم بالشكل ده واقول انا عايز زد ترانسفورم، في حاجه حصلت في جوه في التحويله دي ما هياش ظاهره. هي ايه؟ انك انت عندك سيجنال كونتينوس، عشان تجيب لها زد ترانسفورم محتاج تعمل ايه؟ تعديها الاول على سامبل ضمنيا، وبعد اللي يطلع من السامبل هو ده اللي هجيب له زد ترانسفورم. فطول الوقت هنيجي نعمل زد ترانسفورم على سيجنال في التايم كونتينوس هنجيب لها التحويل على طول، بس انا عارف من جوايا ان هو ايه؟ حصل اوبريشن كده ضمنيا، ان انا السيجنال دي عدت على سامبلر واللي طلع ده اللي حولته ايه؟ للزد ترانسفورم. فاول خاصيه ان اي سوبر بوزيشن بين اي سيجنالز ممكن ان انا اعمل ايه؟ اجيب زد ترانسفورم لكل واحده على حده وبعد كده ايه؟ اجمعهم.
تمام. طب لو انا عندي ترانسليشن او شيفت في التايم ريل يعني شغال في التايم، كومبلكس يعني شغال فين؟ في الكومبلكس بلين يعني الفريكوانسي، لان الزد كومبلكس بلين لان هو اساسه عباره عن ايه؟ اي باور اس تي. تمام؟ يعني خلينا نبص على الحته دي. الاس بتمثل لي ايه؟ سيجما بلس او ماينس جي اوميجا، ده الكومبلكس فاليو. لو بصيت على الزد هي عباره عن اي باور اس تي، اعوض عن الاس هنا يظهر لي ايه؟ اي باور سيجما تي اي باور بلس او ماينس جي اوميجا تي، الاثنين مجموعين فوق في الاكسبوننت يبقى كانهم حاصل ضرب. السيجما دي ريل فاليو، فيبقى كل دي سيجما دي ده الريل بارت بتاع الاس، والاوميجا ده الماجر بارت بتاع ايه؟ بتاع الاس. الاس بلين لو انتوا نسيتوه يعني. تمام؟ في الحاله دي ده بتمثل لي ايه؟ ريل فاليو صح؟ طب الجزء ده بيمثل لي ايه؟ ده الفيز. يبقى ده بيمثل الامبليتيود بتاع الزد، وده بيمثل لي ايه؟ الفيز. انا عايز اوصل لايه؟ عايز اوصل ان في الاخر الاس والزد كومبلكس بلين، بس البرزنتيشن بتاع الفريكوانسي او النقطه مختلف. هنا كارتيزيان، هنا ايه؟ بولر. يعني ايه بولر؟ يعني انت بتقول بتمثل النقطه اللي هنا دي بالريديوس بتاعها اللي هو الماجنتيود بتاع الزد والفيز بتاعي. طبعا السيستمز اللي احنا بنتعامل معاها كلها فيزيكال سيستم، يعني اي برونوميال هتبقى فيها زد لما تيجي تحللها تطلع ايه؟ الكومبلكس والكونجكت بتاعه، عشان لما يتضربوا في بعض يطلع لي برونوميال كوفيشنز كلها ايه؟ ريل، لان الكوفيشنز بتاعه الزد جايه من فيزيكال كومبوننت ال ار سي، كل دي ريل فاليوز زي الاس ترانسفر فانكشن بالظبط. فبالتالي حاطط هنا عندي ايه؟ بلس او ماينس، لان طالما في كومبلكس فاليو هنا يبقى في ايه؟ المقلوب بتاعها هنا، وهنا يبقى ايه؟ بالماينس. يبقى في النهايه الاس والزد كومبلكس بلين. فلما اقول ان انا عامل شيفت او ترانزليشن ريل يبقى انا شغال ايه؟ في التايم. لو كومبلكس يبقى شغال فين؟ في الفريكوانسي. الناس بس اللي جايه ومستغربه شكل الشاشه، احنا اتفقنا ان بعد كده المحاضرات هتجي لكم قبل المحاضره، تبقى معاك على الموبايل وهنشتغل هنا برضك ومن الموبايل بتاعك. تمام؟ اتفضل. لو انا عندي السيجنال عارف لها الزد ترانسفورم بتاعها، يعني انا عارف الاكس اوف كي عارف لها الاكس اوف زد، وتخلي بقى انا في النوتيشن برضك ان السمول سيجنال ده تايم، الكابيتال ده فريكونسي. اللي هيفرق ان دي اس ولا زد الارجمنت اللي موجود جوه. طب لو انا عملت بقى شيفت خليها مثلا اي حاجه ام، خلي بالك السيجنال دي ايه؟ كونتينوس، بس لما جيت عملت شيفت عملته ايه؟ بالسامبلز. تمام كده؟ لان لازم الشيفت يبقى ايه؟ ديسكريت. لو انا عايز اجيب لها الزد ترانسفورم بعمل ايه؟ اعديها الاول على سويتش يطلع لي هنا ايه؟ اكس اوف كي ماينس ام، كل ده مضروب في كام؟ في الكابيتال تي. وتخلي بالك ان الكي ده ايه؟ مش ثابت، ده العداد بتاعك تايم. بيقول لك رقم السامبل اللي انت واقف فيها. الام ده ايه؟ كونستنت، رقم انتجر فاليو. طيب في الحاله دي لو انا عايز اجيب الايفكت ده، انا عندي العلاقه دي، فعايز ريليت شكل تاثير الشيفت ده في الزد بعلاقتها من غير شيفت. تاني انا عايز اعمل ايه؟ عايز ريليت شكل تاثير الشيفت بشكلها فين؟ في الزد دومين بدون شيفت. يعني عايز اجيب الاكس او زد ترانسفورم بتاع الاكس اوف كي ماينس ام تي هي بتمثل ايه؟ بدلاله الاكس اوف زد نفسها.
اكس وزد يعني ما فيهاش ديلي. لو انتوا فاكرين كنا احنا حاطين الديفينيشن كده للزد ان هو عباره عن ايه؟ زد باور ماينس 1 1 ديلي. طب انا هعمل كام ديلي هنا؟ ام. يبقى انا في الحاله دي الشكل الزد ترانسفورم بتاع الشكل ده هيبقى عباره عن كام؟ زد باور كام؟ ام مضروبه في مين؟ مضروبه في شكل السيجنال من غير ديلي اللي هي دي. تمام كده؟ لو ما حدش مصدق ممكن يابلاي الشكل ده هنا. تمام كده؟ ويبدا يكمل بقى ايه؟ لغايه ما يوصل للشكل ده. طيب الشكل اللي بعده ان انا عامل الشيفت بتاعي موجود فين؟ في الزد. يعني اللي موجود هنا عباره عن ايه؟ عباره عن خلينا نكتبه. لما انا عايز اوصل للشكل ده لو عايز اوصل للشكل ده انا قلت ان حاطط الشيفت فين؟ في الزد. هل ده شيفت؟ اه. ليه؟ الزد اساسا عباره عن كام؟ اي باور اس تي، والاثنين دول ايه؟ مضروبين في بعض، فيبقى كاني عملت ايه؟ تمام كده؟ ده المقصود ان انا عملت شيفت زي الشيفت اللي كان معمول في الاس. طب عشان اوصل للشكل ده اعمل ايه في التايم؟ في الحاله دي بتبدا تاخد السيجنال في الكونتينوس تايم وتبدا تضربها في كام؟ في اكسبوننشال. الاشاره بتاعته عكس الاشاره اللي هنا، يعني هنا كان بلس ايه كابيتال تي، هنا يبقى ايه؟ ماينس. تمام؟ وتخلي بالك بقى ان انا كل ده هعديه على ايه؟ على سويتش او سامبل. في الحاله دي يطلع لي هنا ايه؟ اي باور كام؟ ماينس اي كابيتال تي كي. انا عملت ايه؟ جمعت ايه؟ الكونس مع بعض، وهنا يطلع لي ايه؟ تحويله الشكل ده لما تيجي تعوض فيها في السميشن بتاع زد ترانسفورم يطلع لي في الاخر الشكل عباره عن ايه؟ انها بتريليت للاكس اوف زد الطبيعيه من غير اي حاجه، بس كل زد هشيلها واحط مكانها ايه؟ زد في الاي باور كام؟ دي من غير كي، ايه كابيتال تي. تمام كده؟ يبقى لو انا عندي ترانسليشن او شيفت في الزد بيتكتب ازاي في الزد؟ زد اي باور كونستنت الكابيتال تي، وتخلي بالك ان الكميه دي كلها ايه؟ كونستنت، ما هياش في التايم، لان كابيتال تي زي ما اتفقنا هي ايه؟ كونستنت. طب دي بتيجي ازاي في التايم؟ ان السيجنال الاساسيه اللي انا عارف لها زد ترانسفورم انها اكس اوف زد اتضربت في اكسبوننشال بيحصل لها ايه؟ ديكي. سرعه الديكي دي بتتحدد على حسب الكونستنت اللي اسمه ايه؟ ايه. ففي الحاله دي لما يتضربوا في بعض بعديه على سويتش، فهشيل كل تي سمول واحط مكانها ايه؟ كي كابيتال تي. وبعد كده تعزل الكي لوحدها وتشوف الكورسبوندنج او المضروب جنبيها الكونستنت. فانا رحت واخد ايه؟ الكي مع الكابيتال تي مع الايه مع الماينس، فطلع لي ده ايه؟ الكونستنت. تاثير الشكل ده بقى في الزد دومين هيحصل ايه؟ عشان اجيب لها الزد ترانسفورم هعوض بالسمشن بالشكل ده كله. هيطلع لي في الاخر كاني جيت الاكس اوف زد وشلت الزد وحطيت مكانها كام؟ نفس الكونستنت ده اي باور ماينس اي تي في زد، بس خلي بالك ان الاشاره ايه؟ اختلفت. تمام كده؟ في مشكله؟ طيب الكونفوليوشن بقى، الكونفوليوشن ده اساس الشغل بتاعنا. ليه؟ لان هو بيمثل الترانسفر فانكشن الموجوده جوه بلوك وداخل عليها سيجنال انبوت وطالع منها سيجنال اوت، فكانه بيريليت الانبوت بالامبرس ريسبونس عشان يطلع في الاخر ايه؟ الاوت. ففي الحاله دي الكونفوليوشن بين سيجنال اسمها اكس وسيجنال اسمها واي بتتكتب بشكل السميشن ده، هو نفسه بتاع الانتجريشن، بس شيرت الانتجريشن حطيت مكانه ايه؟ سميشن. وشيرت كل سمول تي وحطيت مكانها ايه؟ كي
كابيتال تي. طب الاتش تي دي عباره عن ايه؟ التاو. يعني لو حابين نكتب الشكل الانتجريشن نفسه بتاع الكونفوليوشن، لو الاكس كونفوليوتد بالواي ده عباره عن انتجريشن من 0 لغايه كام؟ لغايه انفينيتي اكس اوف تاو واي اوف تي ماينس تاو دي تي، دي تاو قصدي. باخد سيجنال منهم بعكسها واشفتها بقد ايه؟ بحاجه اسمها تي. تمام تي؟ بعد كده السيجنالز الباقيه دي كلها تبقى دامي فاريبل ايه؟ تاو. واعمل انتجريشن التاو ده من زاويه انفينيتي لغايه ما يطلع كل ده فانكشن في ايه؟ في تي سيجنال ثانيه يعني. تمام؟ طب انا عايز احول الكونفوليوشن ده للديسكريت، هعمل ايه؟ التي دي اتفقنا هنحط مكانها كام؟ كي تي. طب التاو هنحط مالتيبل اوف تي بس ايه؟ بدامي فاريبل ثاني سميناه اتش. نفس القصه هنا. وبعدين الانتجريشن ده يتحول ايه؟ للسمشن. السمشن كان شغال على التاو، دلوقتي هيشتغل على مين؟ على اتش، بحيث كل ده يطلع في الاخر فانكشن في مين؟ في الكي تي زي ما هنا حصل. تمام؟ طيب ايه اللي انا عايز اثبته هنا؟ انا عايز اثبت ان الكونفوليوشن بين الاكس والاتش الدنيا من العباكر في التايم دي اللي هي في السمشن ممكن اعملها في الزد دومين بطريقه سهله. ان انا اعمل ايه؟ اخد السيجنال بتاعت الاكس في الزد وياخد السيجنال بتاعت الواي في الزد. والايكوبلم بتاع الكونفوليوشن في الزد دومين يبقى عباره عن ايه؟ مالتيبليكيشن. فده اللي انا عايز اثبته هنا. فاول حاجه هعملها ايه؟ ان انا اخد الجنب الثاني ده واثبت ان هو بيساوي الجنب ده. اللي هو الجنب بتاع السمشن اثبت ان هو ايه؟ حاصل ضرب ايه؟ كل سيجنال على حته في الزد دومين. فاول حاجه هبدا اعملها ان انا ابلاي زد ترانسفورم على الشكل ده. فدي بالنسبه لي السيجنال كلها. دي عباره عن الاكس اوف تي كلها على بعض، السمشن كله باللي جواه عباره عن السمشن بتاع ايه؟ الاكس اوف تي. في الحاله دي لما تيجي تبدا تعمل الانتجريشن هتلاقي ان الجزء ده كله اللي هو من السمشن ده لغايه الحته دي بتمثل الاكس. من الحته دي للحته دي، دي كلها على بعضها فانكشن في التايم. فدي احطها زي ما هي لانها ديسكريت. وبعد كده ابدا احط ايه؟ انا شغال على ايه؟ على كي تي دي اللي عايز احولها للزد. فهعمل ايه؟ هضرب كل ده في زد ماينس كي وابدا اعمل سمشن على ايه؟ على كي. يبقى السمشن بتاع كي مع زد ماينس كي ده الفورمولا الاساسيه بتاعت زد ترانسفورم. والسمشن الداخلي ده شكل السيجنال التوتال بتاع التايم اللي جايه لي. تمام؟ طيب بعد كده انا عايز اعمل ايه؟ انا في دماغي عايز افصل الاثنين دول بحيث بتاعت الكي دي تخش على الواي وبتاعت الاتش تخش على الاكس. وايه كمان؟ الزد دي تبقى منها في ايه؟ نسختين، واحده بالاتش وواحده بايه؟ بالكي. وفي الحاله دي يتحولوا لشكل ايه؟ الفورمولا بتاعت الاكس اوف زد والفورمولا بتاعت ايه؟ الواي اوف زد مضمومين في بعض. عشان اعمل حاجه زي كده هبدا اعمل ايه؟ هبدا اقول خلاص انا محتاج اول حاجه اعملها ان السمشن ده اخليه من زيرو لغايه كام؟ انفينيتي. لان الديفينيشن بتاع الزد ترانسفورم اللي احنا كنا كاتبينه شويه ده الديفينيشن بتاعه دايما من كام لكام؟ من زيرو انفينيتي. فالمشكله هنا ان الاتش دي بدا من زيرو كام؟ لكي. فاجي ابص هنا هي موجوده فين؟ موجوده جوه الواي. لو بصيت هنا في كونديشن على الاتش لازم تكون ايه؟ اقل او يساوي الكي. ليه؟ لان لو الاتش بقت اعلى من الكي ايه اللي هيحصل؟ هيبقى جوه الواي في فاليو ايه؟ نيجاتيف، كانه بيقول لي انا عايز الاوتبوت عند تايم نيجاتيف. هل في سيجنال عن تايم نيجاتيف؟ لا. ده يبقى سيستم نون كوزال، واحنا شغالين سيستم كوزال، ففي الحاله دي دايما السيجنال دي كلها ايكوال زيرو لو الاتش مالها؟ اكبر من كي، يعني ايه؟ يعني لو العداد ده زاد عن الكي هيديني قيمه السيجنال بكام؟ بزيرو. فهعمل ايه؟ ده معناه انك انت ممكن تخلي الاتش تعد من زيرو لغايه كام؟ انفينيتي وتديني نفس التاثير بتاعها. اتفهمت دي ولا اكتبها؟ اللي مش فاهم يرفع ايده. طيب
ده شكل السيجنال في التايم، دي اللي كانت بتمثل لي ايه؟ الاف اوف كي تي. عايز اجيب لها الزد ترانسفورم، هعمل ايه؟ هبدا اعمل سميشن من كي 0 لغايه انفينيتي، واضرب هنا في كام؟ انا عايز اوصل دي لايه؟ لاكس اوف زد مضروبه في الواي اوف زد. يعني ايه؟ يعني عايز اشوف الشكل ده عباره عن ايه؟ سميشن كي بزيرو لغايه كام؟ او ما انا صح ممكن دي تخليها اتش من زيرو لغايه كام؟ انفينيتي ايا كان، ده دامي فاريبل يعني. وهنا اكس اوف كي زد ماينس اتش، ودي سميشن اي حاجه ام من زيرو لغايه كام؟ انفينيتي للواي اوف كي زد ماينس كام؟ ام. عشان اعمل حاجه زي كده هلاحظ ان السميشن ده اخده دايما كام؟ انفينيتي. انا عندي اتنين سميشن بس في واحد ايه لغايه كام؟ كي. هل ينفع اشيل الكي واحط مكانها انفينيتي؟ هبدا ابص، طب هو ايه اللي بيتعرف عليها؟ السيجنال اسمها ايه؟ واي. طب هاجي ابص هتلاقي ان الواي اوف كي ماينس اتش كل ده اوف تي، هتلاقيه ان هو بيساوي زيرو لو كانت الاتش اعلى من كي. ليه؟ لو الاتش هنا كي بلس واحد هيطلع لي كام؟ هيطلع لي واي اوف ماينس واحد لو الاتش كي بلس واحد، فدي معناها دي ايكوال كام؟ زيرو. فده معناه ان انا ممكن السميشن اللي مضايقني ده ازود عليه من كي بلس واحد لغايه انفينيتي، لانه هيضيف لي سيجنال كلها بكام؟ بصفار. ففي الحاله دي ممكن اشيل الكي دي خالص واحط مكانها كام؟ انفينيتي. تمام كده؟ يبقى دي اول ستيب. تاني ستيب انا عايز اخلي ايه؟ عايز افصل الزد. يعني هنا في زد واحده، انا عايز اخلي ايه؟ لكل واحده ايه؟ زد بتاعتها. طب مين اللي عامل لي مشكله؟ ان انا عايز اوصل للواي في دامي فاريبل واحد، يعني هنا دي ام، عايز دامي فاريبل واحد مش اتنين. فهبدا ان انا ريبليس ايه؟ هبليس الكي ماينس اتش دي بحاجه ثانيه اسمها ام. ففي الحاله دي الحاجه اللي مضايقاني دي هبدا اصلحها، اقول خلاص خلي الام دي ايكوال كي ماينس اتش. خلي بالك بقى ليه، دي ليها تاثيرين في حاجتين. اول حاجه في الزد هعمل ايه؟ هشيل كل كي واحط مكانها ايه؟ هودي الماينس الناحيه الثانيه ام زائد كي، يبقى كان دي حصل لها ايه؟ اتقسمت لجزئين اهي، واحده راحت مع الاتش واحده راحت مع الام. الجزء الثاني هبدا اعمل ايه؟ ان اللي جوه الواي يتحول لايه؟ لام، والدامي فاريبل اللي اسمه الاتش ده هيبدا ريليت من كام لكام؟ من زيرو لغايه كام؟ لغايه انفينيتي بالشكل ده، او معنى صح من ناقص اتش لانفينيتي. هل السيجنال من ناقص اتش دي لغايه الزيرو ليها معنى؟ لا، فكاننا بدا من كام؟ من الزيرو. في الحاله دي الاثنين دول ممكن ايه؟ افصلهم عن بعض ويطلع لي ايه؟ يطلع لي صوره السيجنال في الزد دومين الاكس، صوره السيجنال في الزد دومين بتاع ايه؟ بتاع الواي. عشان انا عايز الزد دي تبقى اتنين منها، تو فيرجنز، واحده مع الدامي فاريبل بتاع الاكس وواحده بتاع الدامي فاريبل بتاع الواي. هتيجي تبص الواي ما لهاش دامي فاريبل واحد، ده ليها اتنين، فبديهي قوي انك انت تشيل اللي جوه ده وتخليه واحد. فلما تيجي تشيل الكي ماينس اتش وتحط مكانها ام، هتيجي تعوض عن الكي دي كانك خفيت الكي. طب الكي دي مهمه؟ لا، ده دامي فاريبل، انا حطيت مكانه كاونتر جديد سميته اتش وكاونتر جديد اسمه ايه؟ ام. تمام كده؟ فصلناهم علشان الاثنين ما بقوش يعتمدوا على بعض. يعني دي ليها الكاونتر بتاعها ومعاها الاتش بتاعتها، ودي نفس القصه. فلو انت قعدت تضربهم في بعض في صوره السميشن بالشكل ده، انك انت ثبتت واحده وقعدت تجمع على الثانيه وقعدت تمشي بالشكل ده، او ممكن تعمل ايه؟ تفصلهم عن بعض. ليه؟ لان بقى في اندبندنس فين؟ في الدامي فاريبل اللي انا بقى ايه؟ بقى انتجريت عليه، زي الانتجريشن بالظبط. تمام كده؟ لان كل واحده هي كونسنت بالنسبه للثانيه. تمام؟ ففي الاخر كده وصلت شكل ايه؟ بصوا المحاضرات بتاعه الديسكريت تايم كلها فلسفه، كلها فلسفه ما فيهاش طريقه حل،
طريقة الحل هي عبارة عن مسائل موجودة في الشيت. كمية المسائل اللي هتشرح هنا كلها فلسفة، بتنقل لك الفكر بتاع الشغل ده ماشي ازاي، ليه انا للديسكريت، ليه بنعمل كل ده، طب الخطوة دي نقرت ازاي. في الشيت مش هيشرح، هيقول لك ازاي بنحل، ايه اشكال المسائل الحسابية عشان نحل. تمام كده؟ تمام. في مشكلة، احنا كده خلصنا، احنا كده عندنا محاضرة يوم الحد وعندنا محاضرة يوم الاربع، صح كده؟ سؤال بس، سؤال انساني، هل الناس كلها هتحضر الحد والاربع بصوره منتظمه؟ يعني هيبقى في مجموعه فينا بتحضر الحد ومجموعه بتحضر الاربع، ولا هتلاقي في مجموعه بايس ناحيه الحد او ناحيه الاربع؟ لو حاجه زي كده هتحصل خلوا مندوب الدفعه يكلمني عشان ننسق مع بعض، نخلي يوم منهم. تمام كده؟ تمام، شكرا.